أدلت معالي السفيرة لنا نصيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ببيان حول الوضع في قطاع غزة، وقالت وفق نص البيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بدعمها المستمر للشعب الفلسطيني، كما نؤكد بأن مساهمتنا في أي جهد لإعادة الإعمار في غزة سيكون مشروطا بوجود التزام قوي مدعوما بخطوات ملموسة لإطلاق خطة عملية لتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. وتابعت قائلة: لقد عدنا للتو من زيارة نظمتها دولة الإمارات إلى معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، حيث اطلعنا جنبا إلى جنب مع 15 من سفراء مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة بشكل مباشر على حجم الدمار في غزة. وقالت معالي لانا نصيبة إن أولويتنا المباشرة الآن هي العمل على إنهاء العنف وتوفير الحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. واستكملت قائلة: كما سنواصل المطالبة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق. ونؤكد كذلك على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقرار مجلس الأمن رقم 2712 لعام 2023. وقالت أيضا بأنه يجب علينا أن نمنع من خلال اتخاذ تدابير قوية تصعيدا أوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية. واختتمت قائلة إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو حل الدولتين، وفي سبيل ذلك ستستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية للدفع نحو تحقيق هذه النتيجة.